يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يأتي ذلك في ظل مواصلة مصر جهودها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح البري. جدد الترحيب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري. لازلنا نتابع التطورات الجارية أمام المعبر. يعني على الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني لازالت الاشتباكات مستمرة، ولازال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن الغارات الجوية والقصف المستمر. ربما في ساعات متأخرة من مساء أمس كان الهجوم شديد والقصف مستمر، وأيضا إطلاق الصواريخ وإطلاق الأعيرة النارية المختلفة داخل مدينة رفح الفلسطينية. ومع صباح هذا اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في خلال تبادل هذه الاشتباكات عن يعني اعتراض صاروخين في منطقة قريبة من منطقة كرم أبو سالم في مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا أعلن عن أنه تم اعتراض الصاروخين. وكان أحد المستشفيات قد أعلنت عن هبوط 3 مروحيات في مدينة رفح الفلسطينية لإجلاء عدد من المصابين من الجنود الإسرائيليين جراء هذا القصف. وأيضا يعني لازالت الاشتباكات مستمرة على الجانب الآخر، ولازال المعبر من الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني مغلق نظرا للاشتباكات الموجودة هناك. لكن على الجانب الآخر في رفح المصرية وفي مدينة وفي بوابة معبر رفح التي لازالت مفتوحة حتى هذه اللحظة ولم تغلق يوما واحدا حتى منذ اندلاع الاشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية وتواجد سيارات الإسعاف المختلفة وأيضا المساعدات الموجودة في الساحة الخارجية لمعبر رفح. إذن شدة الصراع على الجانب الآخر مع تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري، وأيضا مواصلة الجهود السياسية للوصول لوقف إطلاق النار. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.